تعرضت قرى في أرياف منطقتي تل أبيض وعين عيسى شمالي سوريا لقصف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، فيما قتل عنصر من قوات النظام السوري نتيجة انفجار لغم أرضي بريف تل أبيض. رغم التفاهمات التي أبرمها الاحتلال التركي مع كل من روسيا وأمريكا حول وقف الهجوم العسكري على مناطق الشمال السورية، إلا أن جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له لا يزالون يواصلون انتهاكاتهم بحق أهالي المنطقة. ففي ريف عين عيسى شمالي الرقة قصفت طائرات الاحتلال التركي المسيرة قرية صيدا عند مخيم عين عيسى، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح. وإلى الشرق من عين عيسى شن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له والمتمركزين في قرية الكفيفة هجوما بالصواريخ على صوامع قرية قزعلي بريف تل أبيض، مع تحليق لطيران الاستطلاع وسط استمرار القصف بالصواريخ والأسلحة الثقيلة. وفي تل أبيض أيضا قتل عنصر من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى إصابة آخر جرى انفجار لغم بهم في قرية عبدوكي. وتصدت قوات سوريا الديمقراطية بوقت سابق لهجوم شنته الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي جنوب الطريق الدولي M4 انطلاقا من قرية القنطري بريف سلوك، وأجبرتهم على التراجع. وقالت قست في بيان أن الإرهابيين قصفوا أيضا بالأسلحة الثقيلة قرية مشارفة تابعة لمدينة رأس العين المحتلة، وأضافت أن قرى معشبة تل حرمل والأسدية تعرضت كذلك لقصف عنيف من قبل الاحتلال الذي يتحشد في محيط صوامع شركراك وعلى الطريق الدولي. وللحديث عن هذا المحور يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من دمشق الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا، ومن جدة الأستاذ أبو توفيق الديري منسق عسكري في الجبهة الجنوبية. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ سلمان، لو أبدأ سؤال هذا المحور من لدنك، الآن بين معركة إدلب والعدوان التركي، هل يرسم توازنات المنطقة أو ترسم توازنات المنطقة من خلال هذه التفاهمات وكل ما يحدث في الأرض، هل هو من مخرجات أستانة 14 أم ماذا أستاذ سلمان؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام أولا. أهلا مساء الخير لك لحضرتك وللضيف ضيفك. اسمح لي أن أعيد تصويب الأمور قليلا. تفضل. بالتأكيد هناك تفاهمات أصبحت معلنة جرت سواء بين تركيا وبين الحليف الروسي أو بين بيانات وتفاهمات جرت خلال لقاءات إستانة المتعددة التي وصلت إلى 14 أو 15 لقاء. بالتأكيد هناك نوع من التفاهمات، لكن بالتأكيد أكثر تركيا لم تلتزم حتى الآن بأي من هذه التفاهمات ولم تنفذ ما التزمت به، وكان هناك خلال أيام القليل الماضي تصريحات متعددة للمسؤولين الروس سواء من الرئيس بوتين إلى وزير الخارجية إلى وزير الدفاع إلى كل المسؤولين بأن تركيا قد فشلت في تنفيذ ما التزمت به وتعهدت به، سواء من خلال اتفاق سوتشي بين أردوغان والرئيس بوتين حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، أو من خلال تفاهمات الإستانة أو ما يتم الاتفاق عليه خلال الدول الضامنة للإستانة. طيب. ما يجري الآن هو عمليات عسكرية حقيقية يقوم بها الجيش السوري وليس تمثيلي كما يعني بعض المحللين يريدون اللحاب إنها تمثيلية على الأرض تجري. لا يمكن أن تقوم الدولة السورية بتمثيليات على دماء جنود او ضباط. يعني خلينا نعيد صياغه الاستاذ سلمان لو تسمح لي، خلينا نعيد صياغه ما تفضلت به. يعني تريد القول بان العمليات العسكريه هي حقيقيه نابعه من اراده حقيقيه وليست عبر مخرجات أستانة، حتى انتقل الى السيد ابو توفيق. استاذ في الامس فقط، في الامس مساء 17 شهيد فقط للجيش السوري. طيب. في محور معركه النعمان، في المحاور التي يتقدم بها الجيش السوري باتجاه معركة النعمان. أنا دعني أوضح بأن ما يجري ليس هو عملية عسكرية شاملة لتحرير كل محافظة إدلب. ما يجري هو عمليات محدودة إلى حد ما، هدفها الحقيقي هو فتح الطرق الدولية. طيب. الطريق الدولي بين حلب ودمشق.
هذا الطريق هو عصب الحياة في سوريا، يصل شمال سوريا، نعم، يصل حلب التي هي المدينة الصناعية الرئيسية في سوريا بالعاصمة دمشق. طيب، وهذا الطريق يبدو الآن إن القرار قد اتخذ بفتح هذا الطريق. جميل، دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ سلمان حتى لا أطيل على ضيفي من الجدة، من جدة السيد أبو توفيق الديري. مساء الخير سيد أبو توفيق. مساء النور، تحية لك، تحية ضيفك الكريم. أهلا، تحية إلى جمهور اليوم. طبعا أيام عصيبة نحن الآن نقضيها. طيب، كنت حابب أوجه لك سؤال ولكن يبدو تريد التعقيب مباشرة. سيد أبو توفيق الديري، يعني الآن العمليات هي عسكرية حقيقية بحتة، لا شأن لأزيتان بها. في ظل هذا التصعيد، هناك من يؤكد بأنه هناك خلاف حقيقي وجوهري بين كل من روسيا وتركيا من طرف، وهناك من يؤكد بأنها جاءت نتيجة تفاهمات أزيتان 14. المنبر لك سيد أبو توفيق الديري. يا سيدي الكريم، يعني حتى ضيفك الكريم تناقض في الكلام بين هو اتفاق وبين هو عمليات حقيقية. الواقع تماما أنه اتفاق وتنفيذ اتفاق، تمام. الأجندة سمعناها من قبل، وبعض التسريبات وصلتنا أن قبل رأس السنة ستكون الخط الدولي M4 و M5 تعمل. تمام، المأزق اللي وقعوا فيه شيئين واضحين، تمام، طرف في المعارضة السورية نعرف الائتلاف وموقفه وإلى أي مدى وصل في الاصطفاف تماما. فإذا نحن تنفيذ هذا الاتفاق، والروس أمامهم أجندة، وأجندة مرتبطة بتوقيت، لأنهم أمام استحقاق دولي واستحقاق على الأرض. الاستحقاق على الأرض تم في أستاني، كل ما ذهبوا لأستاني لاحظ نتفاجأ بعدها بعملية تسليم، تمام. الذهاب إلى أستاني يتم بموافقة الائتلاف الوطني، هو طرف مع التركي في أستاني بتسليم المناطق. الذي حصل الآن أن أستاني 14 كما كان متوقع أنه سيكون هناك عمليات في إدلب، لكن هل مرحلة أولى أو مرحلة ثانية في أستاني التي تم فيها الاتفاق على ما يسمى اتفاق إدلب ومناطق منزوعة السلاح؟ من التزم بهذا الاتفاق؟ الواضح الآن تماما لا أحد التزم بهذاك اللي بالاتفاق السابق. السبب لأن في اتفاقيات أخرى، عندما توجهنا للدول، توجهنا للأمريكيين وسألناهم عن مدى الاتفاق حتى نحمي المدنيين، هل المطلوب منا تسليم الأرض؟ أعطونا فرصة لنسلم الأرض ونسحب المدنيين، الأرواح أهم عندنا من الأرض. لأن هذا التآمر أصبح واضح، التآمر التركي الإخواني القطري، هذا الحلف أصبح واضح، لا لا، ليس في داعي لأن يخبئوه تحت الطاولات. طيب، المفاجأة الكبرى أن الدول نفسها، الأمريكيين والبريطانيين وأوروبا كلها، لا تعرف شيء عن الاتفاقيات الموقعة بين الروس وبين الأتراك، لا يعرفوا شيء، ولا يعرفوا هل أستانا سينتهي بهذا الطريق أو ينتهي عند الحدود التركية. طيب، ما أين السر؟ طيب، هنا ما أريد أطلعك عليه. نعم، الأتراك المأزومين الآن بدخولهم شرق الفرات وما زالوا في المنطقة الفارغة بخفي حنين. طيب، تماما يريدوا أن يضبطوا عملية التسليم بما يقبضوا شرق الفرات. طيب، يعني وكأنك تريد القول بأن هناك مقايضة تطبخ على نار هادئة. أستاذ سلمان شبيب، في ظل المعلوم بأن هناك اتفاقيات بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فيما يتعلق بشمال وشرق سوريا، الآن في ظل كل ما يحدث، لو سألتك برأيكم كمتابع لهذا الشأن السوري، أولويات أنقرة في شمال شرق سوريا وفي شمال غرب سوريا بين القدرة والرغبة والأسباب الموضوعية على الأرض؟ هناك الكثيرون يحاولون القول أو الإيحاء بأن ما يجري هي عملية مقايضة تجري بين تسليم مناطق في محافظة إدلب ورياض حما وتسليم تركيا أو السماح لتركيا بتنفيذ المنطقة ما تسميه المنطقة الآمنة شرق الفرات. ربما هذه التفاهمات قد جرت بين أطراف خارجية، لكن أنا أستطيع أن أؤكد بأن سوريا لن تدخل في أي مساومة ولا في أي مقايضة على أرضها.
سواء الأرض هي سورية سواء في محافظة إدلب أو شرق الفرات، ولن يكون هناك لا مساومة ولا بقاء لمحتل سواء كان أمريكي أو تركي على الأرض السورية. ما يجري في محافظة إدلب، أنا رأيت هناك تناقض في كلامي كما تفضل ضيفك. أنا قلت هناك تفاهم بين روسيا وتركيا، تركيا لم تلتزم بهذا التفاهم، لم تنفذ ما التزمت به، وهذا ما قاله المسؤولين الروس كلهم. الجيش السوري، سوريا أعطت فرصة للحريق الروسي لإقناع تركيا بتنفيذ ما اتفق عليه، حتى الآن تركيا لم تنفذ بذلك، ما طلق لأكثر من عام. الطريق الدولي بين دمشق وحلب كان يفترض أن يكون قد افتتح في بداية هذا العام، أصبحنا في نهاية العام ولم تنفذ تركيا ذلك. كان لابد للجيش السوري أن يفتح هذا الطريق بالقوة العسكرية، وأنا أؤكد أن معارك حقيقية تجري على الأرض، وهناك كل ساعة شهداء يسقطون للجيش السوري في هذه المعارك. طبعا هناك أيضا أعداد من المجموعات الإرهابية تسقط، ولكن هناك معارك حقيقية تجري وعملية عسكرية تجري. أنا حسب معلوماتي هذه العملية الآن محدودة هي فتح الطريق الدولي بين حماة وحلب. الآن معركة النعمان على وشك أن يتم تحريرها، هناك تقدم من عدة محاور باتجاه الطريق الدولي، الجيش السوري يحقق إنجازات، يطبع عدد كبير من الضحايا، نعم، من الشهداء ثمن لتحرير هذه المنطقة، لكن هذه مسؤولية الجيش السوري وواجبه الوطني أن لا يسمح بأن تبقى هذه الطريق، هذا الشريان الحيوي أن يبقى تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. بالنسبة لمنطقة شرق الفرات، لا أدري هل تسمعوني جيدا؟ نعم تفضل أستاذ سلمان، عم نسمعك. بالنسبة لمنطقة شرق الفرات، أشرتم في التقرير الأولي بأن المحتل التركي الآن يقوم بقصف عدة قرى. صحيح. الحقيقة الجيش المحتل التركي أيضا لم يلتزم بما اتفق عليه سواء مع الجانب الأمريكي أو مع الجانب الروسي. الجيش التركي المحتل يحاول التوسع خارج المنطقة التي اتفق عليها، كل يوم يقوم بعمليات عسكرية، كل يوم يدفع بمجموعات الإرهابية التي تعمل بخدمته وبإمرته للاعتداء على الأهالي وعلى القرى الآمنة وعلى مواقع الجيش السوري، وكل يوم هناك شهداء مدنيين يسقطون. ما تقوم به تركيا هي عملية تطهير عرقي حقيقي في هذه المنطقة. طيب، تقوم بتهجير سكان الأصليين، تقوم بسلب البيوت، تقوم بممارسات إرهابية، بعمليات إعدام ميدانية على الأرض المدنيين، مقدمي يعني كل ذلك تهدف من وراءه إلى إجراء عملية تهجير قسري للسكان الأصليين في هذه المنطقة، مقدمي لاستخدام مجموعات الإرهابية من منطقة محافظة إدلب إلى هذه المنطقة وتوطينهم. وسمعنا تصريح أردوغان منذ فترة، منذ عدة أيام. صحيح، يعني كلامك دقيق 100% أستاذ سلمان. أن يتم استخدام عائدات النفط السوري المسلوب والمسروق من قبل أمريكا ومن قبل تركيا ومن قبل بعض المتعاونين معهم، استخدام هذه العائدات لتوطين، هو قال لتوطين المهجرين السوريين. طيب أستاذ سلمان، حتى لا أطيل أكثر على المجموعات، يعني أنا محكوم بمسألة الوقت أستاذ سلمان لو تسمح لي. أردوغان وتعترف بأن أردوغان هو مرجعيتها وليس سوريا. طيب، لتوطينهم في هذه المنطقة. وصلت الفكرة في هذه الجزئية لو تسمح لي، وقتي محدد جدا. في هذه المنطقة بعد تهجير سكان الأصليين. طيب سيد أبو توفيق الديري، الآن كل ما يحدث، ألم تتعظ وتأخذ الفصائل المسلحة العبرة من كل ما حدث منذ بداية الأزمة السورية؟ يعني تركيا تبيعهم بأبخس الأثمان كما يقال، هل ما زالت الفصائل المتواجدة في إدلب تراهن على هذا الدور التركي الذي وصف بالسلبي بامتياز سيد أبو توفيق الديري في كل ملفات سوريا؟ أولا أريد أن أعقب أن من بدأ بعملية التطهير العرقي هو النظام والروس، ما حصل في دارية، ما حصل في الغوطة الشرقية وما حصل. فإذا هذا فتح الباب للدول الثانية لتمارس هذا التطهير العرقي. ما نراه شرق تركيا، ما نراه شرق الفرات، هو عملية تركية للوصول إلى منابع النفط وبكل وقاحة واضحة تماما. عملية التبادل موجودة، نعم التركي لا يرغب في إدلب لأنه لا يوجد في إدلب نفط. شرق الفرات هي تحل أزمات كثيرة وقع فيها حزب العدالة على مدى السنوات تماما، يحتاج إلى أموال
مسألة الدين والدين المركب، ونعرف نحن الوضع الداخلي التركي. فإذا الادعاء أنه يحمي حدوده هناك في شرق الفرات هذا ادعاء كاذب، تمام؟ الذي يطالب ب 30 كيلو متر عمق. بس ما فيك تنكر سيد أبو توفيق الديري، ما فينا ننكر أن روسيا لها دور في لجم العملية العدوانية العسكرية التركية التي استهدفت شمال وشرق سوريا. طبعا يا سيدي يا سيدي، الدور من ضوء المصالح الروسية لتصفية الثورة، تمام؟ اليوم الآن هذا الدور الروسي من دوره بتصفية الثورة هي وقف الأتراك عند حد معين، تماما. لماذا؟ لأني بالنهاية روسيا دفعت للأتراك ثمن هذا الذي تم. عندما تسأل التركي ماذا قبضتم؟ لا يتكلم، لكن الروسي يعترف بما قبض الأتراك، اتفاقيات النفط واتفاقيات الغاز وغيرها وغيرها، تماما. فإذا عندما تقبض ثمن هناك حدود لقطعة أو قطعتين، ماذا تريد؟ عليك أن تعطي مقابل. هذا هو الذي اتبعه الأتراك. الأتراك أرادوا أن يستفيدوا من الأمريكيين، وأرادوا أن يستفيدوا من الروس، وأرادوا يستفيدوا من على ظهر الثورة السورية والشعب السوري وحرية الشعب السوري. نعود للفصائل، تمام؟ التصرفات التركية وبما في والإخوان المسلمين على رأسهم وقيادة الائتلاف خلال 5 سنوات متعاقبة من تصفية الثورة، أين الجيش الحر؟ تم تصفيته. أين الفرقة 13 من أقوى فرق الجيش الحر؟ فإذا ما تم هو متفق عليه لتحويل هذه الثورة أبناء إلى مرتزقة تتبع للجيش التركي والأوامر التركية، تماما. اليوم عندما يقول لك ضيفك أن عملية عسكرية حقيقية، لا يا سيدي، القوى المهاجمة من النظام السوري لا ترقى، تمام، أن تأخذ محور بعشر ضيع، بعشر قرى، تمام. لاحظ أنت تحارب في إدلب، أنت تحارب في سهل، دباباتك مكشوفة، قواتك مكشوفة، تمام. تستطيع بعض المجموعات، بعض الكتائب أن توقف هذا التقدم. على ماذا يعتمد؟ يعتمد على قصف الطيران، حرق المدن، حرق المدنيين. رأى العالم كله هذه التصرفات وهذا الحرق. الآن نحن طبعا ليس فقط تركيا وليس فقط الائتلاف، وإنما هذه الفصائل، جبهة وطنية ما سموها وجيش وطني، يتحمل المسؤولية في ترك أهله تحت النار وتحت القتل، تنفيذا لما يريد التركي، تمام. هناك استعجال روسي قبل رأس السنة، تمام، لتنفيذ هذا المخطط. وإم 4 وإم 5، هل إم 4 وإم 5 ضرورة ملحة الآن بعد ما التزموا في الحل السياسي؟ لماذا لم يذهبوا إلى جنيف وإلى الحل السياسي؟ فإذا هنا نراها الازدواجية. متى صدق الروس بأي اتفاق؟ عندما تعود وتسألهم تقول لك لا، نحن اتفقنا مع التركي. طيب، هذه مشكلة. طيب سيد سلمان، المنبر لك، تعقيب منك على ما تفضل به السيد أبو توفيق. اولا اسمح لي اسال ضيفك، فضل. اذا كان ما يجري هو تمثيلي ومجرد تسليم واستلام، لماذا يحتاج الى هذا القصف الذي يقول له عنه قصف بالطيران؟ لان الجيش يعتمد على القوه الماليه. سؤال وجيه سيد أبو توفيق الديري. يا سيدي، القصف لم تقصف مواقع عسكريه، قصفت القرى، قصفت المستشفيات. طيب خلينا نسمع بعض. قصفت المستشفيات. طيب سيد أبو توفيق، يا ريت لو تدون، برجع لك انا. طبعا نفسها هذه القوى التي يسميها ثورة، أنا لا أدري ماذا يقصد بالثورة، هل يقصد داعش أو جبهة النصرة أو أي ليس داعش بالتحديد، ليس داعش ثورة ولا النصرة، النصرة وداعش. طيب سيد أبو توفيق، برجع لعندك، نظيف وشريف ونبيل، يطلق على حركة الشعوب عندما تحاول استعادة حريتها وكرامتها أو استقلالها. هذه التنظيمات ليست مؤهلة لأن تكون ثورة، هي تنظيمات إرهابية مأجورة. هذه الثورات ليست، هذه التنظيمات ليست ثورة. طيب أبو توفيق، برجع لعندك، ضل معي 3 دقائق. أبو توفيق، الآن طبعا نفسها في خدمة المحتل التركي ضد أبناء بلده وضد استقلال وسيادة بلده. هذه تنظيمات إرهابية مأجورة،
يعني تبيع نفسها لمن يدفع اكثر، هي بندقية. يا سيدي نظامك يقصف البيوت والقرى. طيب سيد ابو توفيق، طيب طيب سيد ابو توفيق، طيب سيد ابو توفيق بيجي لعندك، سيد ابو توفيق لو سمحت، المدنيين ما تقتلوهم المدنيين. طيب ابو توفيق نقطة نظام، معلش تفضل. بشكل واضح وصريح ومعلن هي تشكل الان رئيس حربي امام الجيش التركي لاحتلال ارض سوريه وتهجير سكان سوريين وقتل مواطنين سوريين ابرياء عزل في مناطق شرق الفرات، كما وضعت نفسها في خدمه المحتل التركي في احتلال محافظه ادلب. نعم وصلت هذه الفكره. لا يجوز اطلاق الثوره عليها استاذ سلمان، هي فصائل ماجوره. يعني من العيب ان نقول ثوره ما جرت في سوريا هو ثوره. طيب وصلت الفكره، ظل معي دقيقتين. نعم استاذ سلمان ضل معي دقيقتين، لازم اختم مع سيد ابو توفيق الديري لو تسمح لي. مهم لو سمحت لي. ايه بعجاله. اليوم هناك تصريح او هناك يا سيدي يا سيدي طيب. يا سيدي طيب 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 ضيفائي الكرام، نقطه نظام، ضل معي دقيقتين بختم فيهم معك سيد ابو توفيق الديري. تساؤلات بالجمله ومشروعه كلها، الان هذه الفصائل كلها باتت تاخذ دور راس حربه في تنفيذ المشروع والاطماع التركيه وشمال شرق سوريا، خلينا نشاهد على ذلك. المباراه لك تفضل. يا سيدي عمل النظام التركي وعملت قطر معه على والإخوان المسلمين لأجل مشروعهم بالشراكة مع النظام وبضمانة إيرانية وتركية، عملوا على تصفيت هذه الثورة، ثورة الحرية. نحن لا نقبل بداعش ولا نقبل بالنصرة ولا بكل هؤلاء المتأسلمين تماما، نحن خرجنا لأجل حرية وديمقراطية، وقوبلنا بالرصاص من النظام، لم يكن معنا سلاح ولا شيء، وعندما حملنا السلاح لأجل الدفاع عنا وعن أعراضنا وعن بيوتنا. هذه ثورة ستبقى أشرف ثورة على وجه الأرض وأقوى ثورة خرجت لأجل ظالم. هذا النظام القابع في الشام سيخرج يوما حتى لو حمته روسيا وحمته إيران. نحن لا نقبل بأي احتلال كان، لا تركي ولا غيره. طب من تقصد سيد ابو توفيق؟ طيب من تقصد؟ منهم اسمح لي ان اساله، منهم الذين يتكلم عنهم؟ يلا انا كنت اساله نفس السؤال، طيب اعطيه مجال سيد سلمان. ما هي ايديولوجيتهم؟ طيب سيد سلمان ضل معي دقيقه، اعطيه المجال خليه يحكي، كنت اساله نفس السؤال. تفضل سيد ابو توفيق. تفضل. هذه الثورة نحن لما خرجنا بمظاهرات سلمية وخرجنا في الشوارع والعالم كله شاهد، وما زلنا لحد الآن نجابه النصرة وداعش في إدلب وغيره. شرق الفرات قبل أن تكون قسد، أكثر من 3600 مقاتل وناشط أعدمتهم داعش. اذهب إلى المقابر شرق الرقة، اذهب إلى المقابر وسترى العشرات ما زال من أبنائنا تم إعدامهم من قبل داعش وهذا المكر البغدادي الذي كانت تحميه. لقد تجاوزنا الوقت المخصص ضيفائي الكرام. سيد أبو توفيق الديري ضيفي من جدة، سيد أبو توفيق الديري منسق عسكري في الجبهة الجنوبية، شكرا جزيلا لك على كل كلام قيم، وشكرا لك موصول ضيفي من دمشق السيد سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا على تلبية دعوة على كل كلام القيم. مشاهدينا فاصل قصير ونفتح المحور الثاني للنقاش.